الان اخونا وعزيزنا وحبيبنا معاذ الكشاسبي الشهيد البطل. لا يمكن جريمة بشعة جدا لا يمكن ان تغتفر. الارهاب يضرب في كل مكان. يعني ما حصل هو يعني اصاب وجدان الاردنيين كلهم، وجدان العرب والمسلمين والانسانية. يعني لا يمكن التسامح مع هؤلاء الشرذمة القتلة. اتمنى على حكومتنا الرشيدة ان تعالج الامر وان تقضي على هذه العصابة في اقرب وقت، ونحن كل الشعب ان شاء الله تعالى مع حكومتنا ومع جلالة الملك. السلام عليكم.